أهلا بكم إلى نشرة جديدة للأنباء من بي بي سي. طلب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة رسميا إضافة تهمة الإبادة الجماعية في دارفور ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. غير أن أوكامبو أعلن في مؤتمر صحفي في إثيوبيا أن بت دائرة الاستئناف بالمحكمة في طلبه تعديل قائمة الاتهامات ضد الرئيس السوداني واعتقاله سوف يستغرقان وقتا. من باب الإبادة الجماعية يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لتصعير الضغط لمحاكمة من يعتقد أنهم مسؤولون عما يحدث في إقليم دارفور السوداني. نرجع النازحين واللاجئين. نبدأ عملية التنمية. على رأس هؤلاء كما يقول لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير. فقد قدم أوكامبو لدائرة الاستئناف في المحكمة الدولية طلبا بإضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني. قدمت لغرفة الاستئناف طلبا بضم تهم بالإبادة الجماعية ضد الرئيس البشير. اتهامات أوكامبو الجديدة جاءت بعد أيام من قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في ليبيا بعدم التعاون لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في شهر مارس آذار الماضي باعتقال الرئيس السوداني. هذا الموقف الأفريقي الواضح ربما كان وراء إقرار أوكامبو بأن اعتقال البشير لن يكون سهلا، وإن كان كذلك فإنه لن يكون وشيكا. القبض على رئيس دولة لا يتم بعملية تنفذها الشرطة، فهي عملية لها إجراءاتها وتستغرق وقتا، ويمكن للمحكمة الانتظار حتى القبض على البشير، يمكنها أن تنتظر 6 أشهر أو حتى 6 سنوات. عريضة الاتهامات الموجهة للبشير حاليا تشمل 7 تهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، حيث تعتبره مسؤولا عن أعمال قتل للمدنيين عمدا واغتصاب وتعذيب وتهجير قسري في دارفور. لم يصدر رد فوري من الخرطوم على التصعيد الجديد الذي يراه أوكامبو تصحيحا لخطأ ارتكبته المحكمة الدولية بإبعادها تهمة الإبادة الجماعية من البداية، لكن المتوقع هو أن يتعامل البشير ومناصروه داخل السودان وخارجه مع هذا التصعيد كما تعاملوا مع الاتهامات الحالية، فهم يرون أن أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية بل والأمم المتحدة بما فيها الدول الكبرى يستغلون أزمة دارفور لأغراض سياسية على رأسها تفتيت السودان وحرمانه من تنمية. تقول الخرطوم إن التدخل الدولي يحرم أهل دارفور من الوصول إلى ثمارها. عامر سلطان، بي بي سي.